بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: شوف الأفاعي جسمها ناعم ملس، وحشاءها يا صاحبي سم مدسوس. بعض البشر من خارج أبيض ويلهس مثل العسل، لكن شفرة الموس. اليوم كلامنا عن الكويل، عن الكويل، كيف تختبر الكويل. عندك كويل مثلا، سواء في السيارة أو بتشتري كويل من التشليح. مثلا الكويل عندك في السيارة، شلون تفحصه؟ تفكه ووريك الطريقة كيف تسوي، أو وهو ثابت على جسم السيارة شلون تسوي. في السيارات القديمة زي الهيلوكسات زي الجموز، زي شلون تفحص الكويل. أو إنك تبي تشتري كويل من التشليح، شلون تفحص الكويل في التشليح مثلا، أساس تطمن إنه شغال ولا لا وتاخذ. هذا هو الكويل مثلا، هذا الكويل انت شاريه من التشليح. انا سويت التوصيلات فيه مرة واحدة اساس ما اطول عليكم في المقطع. طيب، جيب هنا هذا الموجب تحط فيه سلك، هذا سلك تحط فيه الموجب سلك، وتوصله في اصبع البطارية الموجب، هذا الموجب سبع البطارية الموجب. السالب هذا السالب هنا، الثاني هذا الثاني سالب، تشبك فيه سلكين، السالب تشبك فيه سلكين، سلك من المسمار اللي فيها السالب يتجه إلى رأس البوجي، إلى رأس البوجي تحطه، شوف هنا ركز عليه، إلى رأس البوجي. والسلك الثاني برضه على السالب يمشي، هذا يروح للبطارية. ولاحظوا كيف أسوي فيه أنا الآن على البطارية. وطبعا تركب السلك هذا وتحط فيه البوجي، تربط السلك هنا في رأس البوجي، شوف ركز كويس عليه كذا، واضح إن شاء الله. طيب، هذا الموجب، هذا الموجب نوصله في الموجب. موصل في الموجب، وهذا السالب، هذا السالب، وهذا السلك الثاني السالب، سلكين تخرج من السالب من هنا، سلك يروح في رأس البوجي، وسلك الآن نتجه به للقطب السالب. هذا ينشد كويس ويجي هنا عند الرأس تقريبا في هذا المحل. تعال منا يا نايف، ركز على المنطقة هذه، يطلع شرابي وجي. والسلك هذا هنا تلامس ملامسة فقط، ملامسة، وتلاحظ الشرار في هذه المنطقة. إذا أعطاك شرار هنا معناته إن الكويل كويس، ما في أي مشكلة. تلاحظ، ركز هنا، الشرار واضح. كذا معناته ان الكويل شغال، هذا الشرار يضرب. جيب هنا عشان يوضح لنا، تلامس وملامسة، هذا السلك السالب ملامسة، ولاحظ البوجي كذا معناته شغال. طريقة مفهومة إن شاء الله، لاحظوا ركزوا معايا. هنا هذا هنا الموجب، سلك من الموجب تثبته على الأصبع الموجب، تثبته هنا على الأصبع الموجب، وسلكين سلك طرفاني، هذا هذا تلامسه في أصبع البطارية السالب، والسلك الثاني يتجه إلى رأس البوجي. بهذه الطريقة تمسك السلك هذا وتلامس به هنا، يعطيك شرار، معناته كذا الكويل شغال. هذا كل اللي عندي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.